ما هي الأشهر الحرم؟ ولماذا سميت حرم؟ وما هي الوصايا التي وصانا الله بها في الأشهر الحرم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الشهيد؟ وما الذي أعده الله للشهيد؟ الشهيد هو من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ورجل قاتل في سبيل الله من أجل لا إله إلا الله ومات في أرض القتال، هذا الرجل هو شهيد. والذي أعده الله للشهيد، أعد الله للشهيد ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر تسرح في الجنة حيث تشاء، ثم تأوي إلى قناديل معلقة تحت عرش الرحمن. هذا ما أعده أو بعض ما أعده الله للشهيد. أعداء الإسلام لماذا يتجرؤون علينا؟ وهل أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك؟ أعداء الإسلام ما تجرؤوا على أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لابتعادهم عن شرع ربهم وعن منهج نبيهم صلى الله عليه وسلم. قديما قرأنا في السير دولة من الدول أرادت أن تغزو بلاد المسلمين، فأرسلوا جاسوسا لهذه البلاد لبلاد المسلمين، فدخل هذا الجاسوس فجلس عند شجرة فوجد صبيا يبكي تحت هذه الشجرة، فقال له: ما الذي يبكيك؟ قال: يا عمي، معي سهم واحد وعلى الشجرة عصفورين فأردت أن أصيب العصفورين بهذا السهم، فأصبت واحدا وطار الآخر. فقال له الجاسوس: يا بني، أصبت واحدا فلما البكاء؟ فقال: أرأيت لو كنت على ثغر من ثغور الإسلام ومعي سهم واحد ودخل رجلين من الأعداء إلى بلاد المسلمين، فإن أصبت أحدهما دخل الآخر ونال من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فعاد الجاسوس مرة أخرى وقال لهم: لا تدخلوا الآن، ولكن أغرقوهم في الشهوات من خمر ونساء ومعازف وغير ذلك. وبعد 10 سنوات دخل الجاسوس مرة أخرى إلى بلاد المسلمين وجلس تحت هذه الشجرة، فوجد شابا يبكي، فقال له: ما الذي يبكي؟ فقال: تواعدت أنا وحبيبتي عند هذه الشجرة فجئت وما جاء. فعاد الجاسوس مرة أخرى وقال لهم: الآن ادخلوا، فوالله الذي لا إله غيره ما تجرأوا علينا ما تجرأ أعداء الإسلام على أمة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لابتعادهم عن شرع ربهم وعن هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم. أخبرنا نبينا بذلك، أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك حينما قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. فصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله الذي لا إله غيره لكأن رسول الله حي بيننا يرى ما نرى ويسمع ما نسمع. للشهيد عند الله 6 خصال، فما هم؟ أعد الله للشهيد 6 خصال، كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له من أول قطرة من دمه. يا الله، الشهيد حينما يسقط في أرض القتال وبمجرد أن تسيل دمه ويسقط من جسده أو يسقط أول قطرة من دمه وهو حي، يغفر له ما تقدم من ذنبه، كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له من أول قطرة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 من أهل بيته. ما هو العمل الذي يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع الدرجات؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، أو كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ما هي الأشهر الحرم؟ ولماذا سميت حرم؟ الأشهر الحرم، يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، منها أربعة حرم ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه هي الأشهر الحرم، وسميت حرم لأن الله تبارك وتعالى حرم فيها القتال. القتال محرم على أمة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأشهر الحرم، ولكن البدء بالقتال هو المحرم، أما الدفاع عن الإسلام إذا دخل الأعداء إلى أرض الإسلام فيجب على كل مسلم أن يهب للدفاع عن الإسلام في أي وقت وفي أي شهر، أما المحرم هو البدء بالقتال في الأشهر الحرم. وجزاكم الله خير. إيه الوصايا اللي ربنا وصنا فيها في الأشهر الحرم؟ وصنا الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة في الأشهر الحرم. قال تعالى حينما ذكر الأشهر الحرم قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالظلم محرم في كل وقت في الأشهر الحرم وفي غير الأشهر الحرم. قال تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، وقال تعالى في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم حرام، وصدق قول القائل إذ يقول: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم آخره يأتيك بالندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ربنا يجزيك خير يا شيخ، بس برضه عايزين نستغل وجودك معانا ونعرف ايه افضل الأدعية اللي كان بيدعاها الرسول صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء. صلى الله عليه وسلم، هناك أحاديث كثيرة وأذكار وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح وفي المساء. فأذكار الصباح كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان من قوله صلى الله عليه وسلم في أذكار الصباح: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان يقرأ نبينا صلى الله عليه وسلم آية الكرسي: بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بسيد الاستغفار في الصباح وفي المساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكان من قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. هل في فعل الناس مش هيشموا ريحة الجنة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يدخل الجنة نمام، لا يدخل الجنة نمام. وهذا الرجل النمام عرفه علماؤنا بقولهم: النمام هو من يمشي بين الناس بالنميمة. هذا الرجل يمشي وينقل الأخبار بين المسلمين بنية الإفساد، إفساد ذات البين، يفسد بين المسلمين بعضهم بعضا. هل البخيل فعلا ربنا قال له انت مش هتشوف ريحة الجنة فعلا؟ البخيل أعد الله له إن لم يتب إلى الله تبارك وتعالى، أعد الله له من العذاب ما الذي به أعلم. البخل معصية وذنب، يحاسب الرجل عليه بما يراه ربنا تبارك وتعالى. ما هو الديوث؟ الديوث كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرى الخبث في أهله ويقره. وفي رواية للنبي صلى الله عليه وسلم: من لا يغار على أهله. هل لو في إنسان أشرك بالله وتاب ربنا يسامحه؟ الشرك ذنب عظيم، الشرك ذنب عظيم، لا يدخل الجنة مشرك، لا يدخل الجنة مشرك. ولكن هذا الذنب إن تاب الرجل منه وإن تاب العبد منه قبل أن يموت وقبل أن ينام على فراش الموت قبل منه وأصبح من المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. الذنب سيقع منك لا محالة. فما خلقنا الله ملائكة مقربين، ولا خلقنا الله رسلا مرسلين، وإنما خلقنا الله بشر، نصيب كما يصيب البشر ونخطئ كما يخطئ البشر. لذلك إن أصبنا فيجب علينا أن نحمد الله، وإن أخطأنا فيجب علينا أن نستغفر الله، فيجب علينا أن نستغفر الله. لذلك قال علماؤنا: لو أذنب العبد ألف ذنب، لو أذنب العبد ألف ذنب فيجب عليه أن يقدم لله ألف توبة ولا تمل فيملك الشيطان. إزاي أحافظ على الصلوات، آسف، إزاي أجمع على الصلوات اللي فاتتني قبل كده؟ في سؤال خلاص.